النخالة الوردية هي حالة جلدية مؤقتة تتميز بظهور طفح جلدي وردي اللون، يبدأ عادة ببقعة واحدة كبيرة ثم ينتشر ليغطي مناطق واسعة من الجلد. تعتبر هذه الحالة غير ضارة، وغالبا ما تختفي من تلقاء نفسها دون الحاجة لعلاج. هناك بعض العلامات التي تشير إلى أن النخالة الوردية في طريقها إلى الشفاء، وهي كالتالي: أولاً، تبدأ البقع الوردية بالتحول إلى لون أفتح ثم تتلاشى تدريجياً، وقد تتحول إلى لون بني فاتح قبل أن تختفي تماماً. ثانياً، قد يبدأ الجلد المصاب بالتقشر بشكل خفيف أثناء عملية الشفاء، ويعتبر هذا جزءاً طبيعياً من تجديد الجلد. ثالثاً، تبدأ الحكة في الاختفاء من مناطق مختلفة في الجسم تدريجياً في البداية، ثم بعد ذلك ستقل الحكة عن النسب العالية التي كانت بها في البداية إلى أن يذهب الشعور بالحكة تماماً. رابعاً، يعود الجلد إلى مظهره الطبيعي تدريجياً، وتبدأ البقع في الاندماج مع لون البشرة الطبيعي. خامساً، عندما تتوقف البقع الجديدة عن الظهور ويبدأ الطفح الجلدي في التلاشي، يعتبر ذلك علامة جيدة على أن الحالة تتجه نحو الشفاء. أسباب الإصابة بالنخالة الوردية غير معروفة، لكن من الممكن أن الطفح الجلدي يكون ناتجاً عن عدوى فيروسية، وخاصة عن طريق سلالات معينة من فيروس الهربس، ولكن لا تتعلق بفيروس الهربس الذي يسبب تقرحات البرد. ولا يعتقد أن النخالة الوردية معدية، حيث لا يمكن أن تنتقل من أشخاص آخرين من خلال الاتصال الجسدي. في أغلب الأوقات لا تحتاج النخالة الوردية إلى علاج، فهي تزول بمرور الوقت بدون أي تدخلات طبية، لكن في بعض الحالات التي تستمر بها النخالة الوردية يكون العلاج كالتالي: أولاً، السترويدات القشرية الموضعية، حيث إنها تعمل على تخفيف الالتهابات في الجلد والإحمرار الظاهر به، بالإضافة إلى أنها تقلل من الشعور بالحكة، ويتم وضعها مرة إلى 3 مرات كل يوم في أماكن الإصابة، لكن هذا يتم بعد استشارة الطبيب. ثانياً، مضادات الهيستامين. تعد هذه المضادات مسكنة للألم، ويتم وصفها للحالات التي تعاني من صعوبة في النوم بسبب الشعور بالحكة، فهذه المضادات معروفة بقدرتها على جعل المريض يستغرق في النوم، لكن يجب الحذر عند استخدامها وأن يتم استخدامها بعد استشارة الطبيب. ثالثاً، مرطبات البشرة. تعمل على تقليل الحكة والتخفيف منها، بالإضافة إلى أنها تلطف الجلد وتحافظ على دوام الرطوبة به، لكن يجب الحذر عند استخدام المرطبات واستشارة الطبيب، ويجب أن تستخدم المرطبات الطبية فقط، ليس أي مرطبات تتواجد في السوق. رابعاً، العلاج بالضوء. قد يعد هذا غريباً للبعض، لكن في الحالات الشديدة يساهم العلاج بالضوء بشكل كبير في إتمام الشفاء من النخالة الوردية، حيث يتعرض الجسم للضوء الطبيعي أو الضوء الاصطناعي، وتبدأ الأعراض التي تتعلق بالنخالة الوردية في الاختفاء.